إذا اليوم مع حرف الهمزة فوق الألف، إذا هذا الحرف الألف يكتب في ساقيتين ونصف، لاحظوا من الأعلى إلى الأسفل، ثم أضيف حرف الهمزة. إذا أعيد مرة أخرى، ساقيتين ونصف من الأعلى إلى الأسفل، ثم أكتب حرف الهمزة. إذا كلمة تتضمن هذا الصوت أو هذا الحرف، مثل كلمة، نعم ممتاز، أرنب. إذا نكتب كلمة قلنا في ساقيتين ونصف، أرنب. إذا هكذا يكتب حرف الهمزة في أول الكلمة. الآن في الهمزة أسفل الألف، إذا بنفس الشيء لاحظوا لدينا ساقيتين ونصف من الأعلى إلى الأسفل، ثم الهمزة أسفل الحرف، أعيد من الأعلى إلى الأسفل، ثم أكتب الهمزة أسفل الألف. إذا كلمة تتضمن هذا الصوت مثل كلمة، نعم ممتاز، إجاصة، جيد، من الأعلى إلى الأسفل، جيد. جيد، إذا الهمزة الآن في آخر الكلمة، الهمزة في آخر الكلمة، إذا بنفس المقياس لاحظوا، إذا أبدأ من اليمين ثم أصعد إلى الأعلى ساقية ونصف، ثم أكتب الهمزة. نعم كلمة تتضمن هذا الصوت مثل كلمة، جيد، فأر، ممتاز. دائما في ساقيتين ونصف. الآن ننتقل إلى حرف الباء. إذا كما تلاحظون حرف الباء يكتب في ساقية واحدة، إذا من الأعلى إلى الأسفل، ثم أضيف نقطة في الأسفل. إذا كلمة تتضمن هذا الصوت وهذا الحرف، جيد، بيت، دائما من الأعلى إلى الأسفل، جيد، بيت. الآن حرف الباء في وسط الكلمة، إذا بنفس المقياس ساقية واحدة، ثم أصعد ما نقطة في الأسفل، باء. إذا مثال لكلمة تتضمن الصوت مثل مبرد، جيد، مبرد. إذن دائما في ساقية واحدة، ممتاز. الآن حرف الباء في آخر الكلمة متصلة بالحرف التي أو بالحرف الذي قبله، إذا كما تلاحظون بنفس المقياس ساقية واحدة، ثم أصعد باء، كلمة تتضمن هذا الصوت مثل كلب، جيد، كلب. إذا قلنا دائما في ساقية واحدة.
كذلك مع الباء، الآن الباء في آخر الكلمة منفصلة عن الحرف الذي قبله كما تلاحظون، باء في ساقية واحدة. إذن كلمة تتضمن هذا الصوت مثل كلمة باب، ممتاز، باب ديما من أعلى إلى أسفل في ساقية واحدة. ننتقل الآن مع حرف التاء، إذن حجمه ساقية واحدة من الأعلى إلى الأسفل، تلاحظون كلمة تتضمن هذا الصوت مثل نعم تينون، جيد تينون، إذا من الأعلى إلى الأسفل، تينون. إذا التاء في وسط الكلمة، التاء في وسط الكلمة، جيد. إذا نفس المقياس، ساقية واحدة أصعد. إذا مثال كلمة، جيد، دفتر، دفتر. ثم التاء في آخر الكلمة، التاء نفس مقياس، ساقية واحدة، مثال كما في الصورة، جيد، بنت، إذا الكلمات تتضمن حروف في نفس المقياس، بين تون. ثم أخيرا التاء في آخر الكلمة منفصلة عن الحرف الذي قبلها كما تلاحظون، ساقية واحدة. إذا كلمة، لاحظوا الصورة، جيد، توتون، حرف الثاء في أربعة مواضع، في أول كلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، متصلا بالحرف الذي قبله ومنفصلا عنه. إذن الثاء كذلك في ساقية واحدة، إذن كلمة تتضمن هذا الصوت أو هذا الحرف كما في الصورة، جيد، ثور، إذا من الأعلى إلى الأسفل، ثور. الآن الثاء في وسط الكلمة بنفس مقياس، ساقية واحدة، مثال كلمة تتضمن هذا الصوت، جيد، مثل كما في الصورة، ممثل، ممثل. ثم الثاء في آخر الكلمة متصلة بالحرف الذي قبلها، لاحظوا، نعم، مثل كلمة كما في الصورة، مثلث،
جيد. الآن كلمة ثاء في آخر الكلمة غير متصلة بالحرف الذي قبلها، إذا لاحظوا ثاء مثل كلمة جيد أثاث. إذن أثاث حرف الجيم في أول ووسط وآخر الكلمة. إذا أول مثال حرف الجيم في أول كلمة، دائما نبدأ من الأعلى في ساقية واحدة، لاحظوا إذا مثل كما في الصورة جامع. إذا دائما من الأعلى إلى الأسفل. ثم في وسط الكلمة لاحظوا نفس المقياس ساقية واحدة. المثال لكلمة كما في الصورة جمجمة. جيد. ثم حرف الجيم في آخر الكلمة متصل بالحرف الذي قبله، إذا نفس مقياس. إذا سقي الأعلى وسقيتين إلى الأسفل مثل كلمة حج. إذا سقي أعلى وسقي إلى الأسفل، سقيتين إلى الأسفل. ثم الجيم في آخر كلمة غير متصل بالحرف الذي قبله، إذا كما قلنا سقي إلى الأعلى وسقيتين إلى الأسفل مثل نعاج. ينسقي الأعلى وساقيتين إلى الأسفل. حرف الحاء ساقية واحدة إلى الأعلى في أول الكلمة، مثال كما في الصورة حليب. حليب. في وسط الكلمة نفس المقياس، إذن هكذا مثال نحلة. ثم في آخر الكلمة متصلة بالحرف الذي قبله، لاحظوا لدينا هنا ساقية واحدة إلى الأعلى وساقيتين إلى الأسفل مثل كلمة كما في الصورة مسبح.
سقي أعلى وسقيتين إلى الأسفل. ثم الحاء في آخر الكلمة غير متصلة بالحرف الذي قبلها. ينسقي إلى الأعلى وساقيتين إلى الأسفل. مثل كلمة كما في الصورة. مفتاح. حرف الخاء يكتب في ساقية واحدة هكذا أعلى إلى الأسفل ثم نقطة في أعلى. كلمة كما في الصورة. خبز. ثم الخاء في وسط الكلمة نعم كلمة كما في الصورة. جيد. نخلة. ثم الخاء في آخر الكلمة غير متصلة بالحرف الذي قبلها. إذن سقي إلى الأعلى وسقيتين إلى الأسفل. مثال كلمة كما في الصورة. بطيخ. ثم الخاء في آخر الكلمة غير متصلة بالحرف الذي قبلها. ينسقي الأعلى وسقيتين إلى الأسفل. نقطة في الأعلى. بالكلمة كما في الصورة. خوخ. جيد. إذا الخاء قلنا سقي الأعلى وسقيتين إلى الأسفل. حرف الذال يكتب في ساقية ونصف من الأعلى إلى الأسفل ثم نقطة. مثال لكلمة كما في الصورة. ذرة. ذرة. ثم في آخر الكلمة لاحظوا أبدأ ثم أصعد ساقية ونصف. مثال كلمة كما في الصورة. جيد. تلاميذ. حرف الراء يكتب في ساقيتين ساقية الأعلى وساقية أسفل. إذا نبدأ من الأعلى ثم إلى الأسفل. إذا هكذا يكتب حرف الراء. إذا في كلمة كما في الصورة. جيد. بدر. من الأعلى إلى الأسفل.
ثم في آخر الكلمة متصلة بالحرف الذي قبله. إذن بنفس مقياس ساقية إلى الأعلى وساقية إلى الأسفل، مثال الكلمة جيد سرير. لأصعد ساقية وأنزل بساقية واحد سرير. حرف الظاي يكتب بساقية الأعلى وساقية إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، لاحظوا مع نقطة. كلمة مثل كما في الصورة زيتون، جيد. زيتون. ثم متصلة بالحرف الذي قبله، لاحظوا نفس المقياس. مثال لكلمة كما في الصورة جائزة، جيد. حرف السين إذا يكتب في ساقية إلى الأعلى، ساقية واحدة كما في المثال، لاحظوا إذا من الأعلى إلى الأسفل هكذا. مثال كلمة كما في الصورة سمكة، جيد. ثم في وسط الكلمة بنفس المقياس ساقية واحدة الأعلى، مثال كلمة كما في الصورة جيد مسمار. ثم السين في آخر الكلمة متصلة بالحرف الذي قبلها، إذا بنفس المقياس ساقية الأعلى وساقية إلى الأسفل. كلمة مثال، لاحظوا إذا لدينا شمس، إذا السين في آخر الكلمة متصلة بالحرف الذي قبله شمس. الآن السين غير متصلة في آخر الكلمة، بنفس المقياس لاحظوا إذا كلمة مثال، لاحظوا لدينا كما في الصورة جرس، جيد. حرف الشين في أول الكلمة يكتب في ساقية واحدة مع ثلاث نقط في الأعلى، مثال لذلك لاحظوا الصورة جيد شريط.
إذن في ساقية واحدة إلى الأعلى. تمشين في وسط الكلمة بنفس المقياس. ثلاث حروف في الأعلى. مثال ذلك، لاحظ الصورة جيد. مشطن. الشين في آخر الكلمة متصلة بالحرف الذي قبلها. مثل كلمة كما في المثال، لاحظوا مشمشون. ثم الشين غير متصلة بالحرف الذي قبلها. إذن نفس المقياس، ثلاث ساقية واحدة إلى الأعلى وساقية إلى الأسفل. بالكلمة، لاحظوا الصورة جيد. رشاشون. إذن ساقية إلى الأعلى وساقية إلى الأسفل.